في الفيديو ده ان شاء الله رب العالمين يا جماعه هنعرف يعني ايه ثيرستور وبيستخدم في ايه وعباره عن شكله في الحقيقه عامل ازاي. في البدايه بس صديقي اشترك في القناه، لايك شير سبسكرايب بسرعه يلا عشان بدون رغي كتير ندخل في موضوعنا. يلا بينا يلا. الاس سي ار يا جماعه او الثيرستور ده اختصار للسيليكون كنترول ريكتيفاير، وهو اختصار لمقاوم سيليكوني قلنا سيليكون كنترول ريكتيفاير، وهو مشهور بالثيرستور. هو شبه موصل موحد الاتجاه، اي يعمل في اتجاه واحد زيه زي الدايود بس في حته كده هنضيفها دلوقتي. هو يختلف عن الدايود العادي في انه يحتوي على وصله ثالثه بتسمى الجيت. يبقى الدايود احنا قلنا ان هو انود وكاثود، هنا بقى الدايود انود وكاثود ومعاهم الجيت او البوابه، والتي تتحكم البوابه ديت فايدتها ان هي بتتحكم امتى يشتغل الدايود ده وامتى ما يشتغل. يبقى دايود وحتى له بوابه بقى ثيرست تتحكم فيه امتى يشتغل وامتى ما يشتغلش. اشاره البوابه عباره عن نبضه جهد برميه عليه، والتي تسمح له بتوصيل التيار، تسمح له بتوصيل التيار. الاس سي ار بيظل موصل طالما انه في حاله التوصيل الامامي اللي هو بيسموه الفورورد بايز او الفورورد كوندكشن، وهنعرف دلوقتي ان في ثلاث حالات بيشتغل فيها الثيرستور. والفولت خلاله له قطبيه المناسبه، يبقى الاس سي ار بيتم شغال طالما ان حاله التوصيل بتاعته تمام في التوصيل الامامي، الفولت خلاله له القطبيه المناسبه، بوزيتيف مع بوزيتيف ونيجاتيف مع نيجاتيف بيوصل فبيمشي. لكي تغلق الاس سي ار لابد ان تعكس الجهد المر خلاله، بنعكس قطبيه الجهد المر خلاله، بتكون موجوده في دوائر الاي سي حيث الفولت باستمرار بيغير قطبيته. في حاله تيار الاي سي من الممكن التحكم في اي الاجزاء من نصف الدوره يمكن ان يمر خلال الاس سي ار عن طريق التحكم في وقت النبضه، ممكن اتحكم في امتى النبضه دي تخرج وامتى ما تخرجش، ممكن اتحكم في طول النبضه، ده كله بيحصل عن طريق الجيت، النبضه عن البوابه اتحكم في الزمن بتاعها، اديها امتى وما اديهاش امتى، طولها كمان اديها لمده قد ايه وما اديهاش لمده قد ايه. بالنسبه لنقطه العبور الصفري، وقلنا ان في حاجه اسمها الزيرو كروسنج وهي نقطه تقاطع الساين ويف مع الزيرو، لان التيار بيمكن ان يمر فقط في اتجاه واحد، فبكده بيمكن استخدام الاس سي ارز في عمليه تقويم التيار، حيث يتم تحويل الاي سي الى دي سي زي الدي سي درايفز اللي بيستخدم فيها ثيرستورز باستمرار. هذه الاجهزه عاده تستخدم في تطبيقات عالية القدرة يا جماعة، ثيرستور في الغالب بيستخدم في التطبيقات عالية القدرة. نخش برضه على بعض المعلومات. الاس سي ار يا جماعة عبارة عن أربع طبقات من أشباه الموصلات، بيتم من خلاله مرور التيار بين قطبين وبيتم إعطاء الإشارة من خلال طرف ثالث اللي هو البوابة. الثيرستور عادة بيحتوي على ثلاث أطراف يا جماعة، الأنود والكاثود والبوابة أو الأنود والكاثود والجيت. في البداية تم تصميم الثيرستور لكي تضخم وتقاوم التيار الكهربي التي تتدفق خلال الأجهزة الإلكترونية. الـ SCR قلنا أربع طبقات تتكون من NP أو PN على حسب إحنا هنشغله إزاي، أنود وكاثود وجيت. عندما يتم تطبيق جهد على الجيت بيسمح الثيرستور للتيار التدفق من الأنود إلى الكاثود. على الرغم من إن الثيرستور بينقل التيار في اتجاه واحد، هناك ثلاث حالات للتشغيل في الثيرستور. أول حالة اسمها الريفيرس بلوكينج اللي هو الحظر العكسي، وحالة اسمها الفورورد بلوكينج الحظر الأمامي، والحالة الثالثة اللي هي الفورورد كوندكشن وهي الحالة اللي بيوصل فيها. في حالة الريفيرس بلوكينج أو الجهد، الحالة ديت الجهد بيمشي من الكاثود للأنود. في حالة الفورورد بلوكينج بيطبق الجهد في اتجاه بيجعل الدايود يوصل ولكنه لا يوصل لانه لم ياخذ اشاره على الجيت. انما في الفورورد كوندكتنج مود في الحاله ديت بيتم التوصيل وبيطل موصل لانه بيبقى واخد اشاره على الجيت، وفي الحاله ديت بيفصل امتى؟ لما يقل التيار عن قيمه تسمى ثريشولد فاليو، وهي اقل قيمه عندها بيمر التيار ممكن يشتغل عندها، اقل عنها التيار ما بيقدرش يشتغل الثيرستور بتاعي. الاشهر من نوع الثيرستورات زي ما احنا قلنا الاس سي ار. لا يمر ابدا تيار الا بعد ان يطبق جهد على الجيت، بيظل الثيرستور موصل لحد ما يتم عكس الجهد المطبق عليه او تقل قيمه الجهد عن قيمه محدده تسمى الثريشولد فاليو. باستخدام الاس سي ار بيمكن التحكم في فتح وقفل كميه كبيره من الباور يا جماعه باستخدام قيمه جهد صغير، بيستخدم في الديمرز وبيستخدم في البريشر كنترول سيستم وبيستخدم في الليفل ريجوليتور. ولحد هنا نكون خلصنا معلوماتنا عن الثيرستور. ارجو يكون الفيديو عجب حضرتك، والفيديو عجب حضرتك لايك وشير وادعمنا بالاشتراك في القناه، شير عشان الناس تعرف عن القناه. اشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله رب العالمين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.